في ليلة لا يمكن نسيانها، عندما كان القمر محجوبا خلف الغيوم الكثيفة، وعندما بدأ أن السماء تخبئ في جعبتها أسرارا مرعبة. بدأ الأمر في البداية كان مجرد همسات رياح تهز الأشجار برفق، ولكن سرعان ما تحولت الهمسات إلى صرخات غضب من الطبيعة نفسها. ارتفعت الرياح إلى مستويات غير مسبوقة، وكأنها تستعد لاستقبال كارثة لا يمكن التنبؤ بها. في الأفق البعيد بدأت السماء تموج بألوان غريبة، كان اللون الأسود الحالك يتخلله ومضات برق رهيبة، وكأن العالم بأسره يستعد لنهاية لا مفر منها. ثم بدأ المطر، لم يكن مطرا عاديا، كان وكأنه السماء تمزقت فجأة وسكبت كل ما بداخلها دفعة واحدة. القطرات كانت بحجم لا يصدق، تضرب الأرض بقوة تجعلها تهتز، والماء بدأ يتراكم بسرعة لا يمكن وصفها. لم يكن هناك وقت للاستعداد، المدن التي كانت قائمة منذ عقود وربما قرون بدأت تختفي شيئا فشيئا تحت السيل الجارف. الشوارع تحولت إلى أنهار غاضبة، والإبنية التي كانت تعتبر حصونا منيعة بدأت تنهار واحدة تلو الأخرى، وكأنها كانت تنتظر هذه اللحظة لسنوات طويلة. مع مرور الساعات تحولت الفيضانات إلى طوفان هائل يجتاح كل شيء في طريقه بلا رحمة، المنازل، السيارات، والأشجار العملاقة التي كانت تقف بشموخ لآلاف السنين، كلها أصبحت مجرد عوائق صغيرة أمام القوة الجبارة التي انطلقت من الطبيعة. لم يكن هناك ملاذ، كل من حاول النجاة أدرك بسرعة أن النجاة ليست خيارا متاحا. الأصوات الوحيدة التي كانت تسمع هي صرخات البشر وصوت الأمواج المدوية وهي تلتهم كل شيء بلا رحمة. لكن الفيضانات لم تكن إلا البداية، فبعد أن غمرت المياه الأرض وأغرقت المدن بدأت الكوارث الأخرى في الظهور. الزلازل ضربت المناطق المتضررة، وكأن الأرض نفسها قد استيقظت لتشارك في هذا العذاب. الهزات كانت قوية بما يكفي لتقسيم الشوارع إلى شقوق عملاقة تبتلع كل ما تبقى من حياة. الصراخ ارتفع مرة أخرى، لكن هذه المرة كان مصحوبا بصوت الأرض وهي تئن تحت وطأة الفوضى. ومن ثم جاء البركان، وكأنه إشارة من الجحيم نفسه. بدأت الجبال التي كانت هادئة لقرون تنفجر بأعمدة من الدخان والنار. الرماد غطى السماء مختلطا مع السحب الداكنة التي جلبتها الفيضانات، مما خلق ظلاما دائما حيث أصبح النهار ليلا ولم يعد هناك فرق بين الليل والنهار. الحمم البركانية انطلقت كأنهار من الجحيم تلتهم كل ما يعترض طريقها، مما يجعل من المستحيل أن يبقى أي أثر للحياة. كانت الكارثة الطبيعية هذه أشبه بنهاية العالم، حيث لم تترك الفيضانات والزلازل والبراكين أي شيء على حاله. انتهى كل شيء بسرعة لا يمكن للعقل البشري استيعابها. ومع استمرار الكوارث بدأ الرعب يتسلل إلى أعماق النفوس بطريقة لم يسبق لها مثيل. لم يكن هناك مكان للهرب أو للاختباء، فقد انفجرت خطوط الغاز تحت الأرض نتيجة الزلازل، فاشتعلت النيران في الأحياء الغارقة، مما خلق مشاهد مروعة حيث اختلطت المياه بالنيران، وكأن عناصر الطبيعة قررت الاتحاد لتدمير كل ما صنعته الحضارة البشرية. كانت النيران تحرق كل ما تطاله، ولا شيء يوقف زحفها، لا الفيضانات ولا الأمطار التي كانت تتساقط بغزارة. في السماء تردد دوي العواصف الرعدية وكأنها أصوات أرواح غاضبة. تذكر البشرية بأنها لم تكن يوما في أمان من قوة الطبيعة، وكان البرق المتتابع يمزق الظلام الدامس ليكشف بين الحين والآخر عن مشاهد الدمار الهائل. أبنية شاهقة تتهاوى، وجسور تنكسر كألعاب أطفال، وأشجار كانت يوما رمزا للحياة والصلابة تتكسر وتنجرف مع تيارات المياه العنيفة. ولم تكتف الكوارث بما دمرته على اليابسة، فحتى المحيطات قررت أن تنضم إلى هذا الجنون. فجأة ارتفعت الأمواج إلى ارتفاعات خيالية، وأصبحت تضرب السواحل بعنف لم تشهده البشرية من قبل. تسونامي هائل انطلق بسرعة البرق مبتلعا كل ما يعترض طريقه. السفن الضخمة تحولت إلى لعب صغيرة تتقاذفها الأمواج، والموانئ التي كانت تعج بالحركة تحولت إلى مقابر بحرية. في هذا العالم الذي غرق في الفوضى أصبحت الحياة نفسها شيئا من الماضي، كأن الأرض كانت تعيد ترتيب نفسها تزيل كل أثر للإنسان ولحضارته، وكأنها تنتقم لكل جرح ألحقه الإنسان بها. المدن الكبرى التي كانت تلمع ليلا بأضوائها الصاخبة أصبحت الآن غارقة في ظلام لا نهاية له، مجرد أطلال تختفي تحت الركام والمياه. حتى بعد أن هدأت الفيضانات والحرائق والزلازل والبراكين كان الهدوء الذي تلاها مرعبا.
الأرض كانت ميتة، والمياه التي جرفت كل شيء لم تترك وراءها سوى الوحل والجثث وأطلال المباني. السماء التي كانت يوما مليئة بالسحب والبرق باتت صافية بشكل مريب، لكنها كشفت عن أرض جديدة مشوهة خالية من الحياة تقريبا. ومع نهاية الكارثة وقف من تبقى من البشر ينظرون حولهم بذهول وخوف. كانت الكوارث قد أخذت منهم كل شيء، منازلهم، أحباءهم، وحتى أمالهم. الأرض أصبحت مختلفة وكأنها لم تعد تصلح لحياة الإنسان. الهواء مشبع برائحة الموت والدمار، والأرض مليئة بالشقوق العميقة التي لا تنفك تبتلع ما تبقى من ذكريات الماضي. وفي تلك اللحظة أدرك الناجون أن ما حدث لم يكن مجرد كارثة طبيعية، بل كان تذكيرا بأن قوة الطبيعة تفوق كل ما يمكن للإنسان أن يتخيله، وأنه مهما بلغت قدرته على التقدم والابتكار فإنه يبقى صغيرا جدا أمام قوة الكون. وفي تلك اللحظات الأخيرة من اليأس بدأ الصمت يسيطر على كل شيء، صمت ثقيل ومخيف، كأن العالم ذاته قرر أن يتوقف عن الحركة، أن يلتقط أنفاسه بعدما شهده من عنف ووحشية. النجاة لم تعد مجرد أمل، بل أصبحت عبئاً. الأرض التي كانت في الماضي ملاذاً للإنسان تحولت إلى أرض غريبة مليئة بالندوب التي خلفتها الكوارث المتتابعة، وكأنها تروي قصصاً مرعبة عن قوة الطبيعة التي تفجرت دون إنذار. كان الهواء مليئاً برائحة الرماد والطين وبقايا الحضارة التي تلاشت تحت الغبار. الجثث كانت مبعثرة، بعضها مدفون تحت الأنقاض وبعضها الآخر طاف فوق المياه التي لم تتوقف عن التدفق. الموتى أكثر عددا من الأحياء، والحياة كما يعرفها البشر قد انهارت بالكامل. لا طعام، لا ماء نقي، ولا حتى أمان. كل خطوة كانت بمثابة مغامرة خطيرة، فالأرض نفسها أصبحت فخا يهدد بابتلاع أي شيء يتحرك. الناجون بأجسادهم المرهقة ووجوههم المغبرة بدأوا يدركون ببطء أن العالم الذي عرفوه قد انتهى. الحضارة البشرية بكل عظمتها وتقدمها قد تلاشت في لحظات أمام غضب الطبيعة. المحاولات اليائسة لإعادة بناء ما تهدم باءت بالفشل. لا طاقة ولا موارد كافية لإعادة بناء المدن التي اختفت تحت المياه، ولا تقنيات لإنقاذ الأرض التي تمزقت بفعل الزلازل. البشر الباقون كانوا يمشون بلا هدف في هذا المشهد. كأنهم أشباح هائمة تحمل في عيونها نظرة من عصر النهاية. لكن رغم هذا الخراب والدمار الذي اجتاح الأرض، بدأت الطبيعة تعيد نفسها بطريقة غريبة. النباتات البرية بدأت في النمو بين الحطام، وأصوات الطيور التي نجت من الكارثة عادت ببطء إلى الظهور. كانت هذه الطبيعة التي دمرت كل شيء تبعث برسائل عن بداية جديدة، ولكنها ليست بداية للإنسان بل للأرض. أما البشر الذين نجوا فقد عرفوا أنهم يعيشون في عالم لم يعد ملكهم. كانوا أشبه بالغرباء في وطنهم، مشاهدين لعالم جديد ينشأ من تحت الأنقاض، عالم لا يعرف شيئا عن التكنولوجيا أو المدن الكبرى. كان كل شيء قد عاد إلى أصله البدائي، حيث لا وجود لآثار الحضارة التي اختفت تماما. أصبح الإنسان مجرد كائن آخر على هذه الأرض، يحاول أن يجد مكانه وسط هذا المشهد البري الجديد. في النهاية أدرك البشر أن ما حدث لم يكن مجرد تدمير لعالمهم، بل كان إعادة تشكيل لعالم جديد. لقد أرادت الأرض أن تستعيد قوتها وجمالها الأصليين، وأرادت أن تذكر كل مخلوق يعيش عليها بأنها هي الأقوى، وأن كل شيء على هذه الأرض مؤقت. العالم الجديد الذي انبثق من هذا الدمار لم يكن مكانا للبشر فحسب، بل كان مكانا لجميع الكائنات التي نجت. في توازن دقيق أعادت الطبيعة فرضه. في هذا العالم كان على البشر أن يتعلموا من جديد كيف يعيشون بتناغم مع الأرض. لم يعد هناك مكان للجشع أو الهيمنة على الطبيعة. لقد أصبحت حياتهم جزءا من دورة الحياة الكبرى، تلك الدورة التي لا تتسامح مع من يحاول إخضاعها. والآن بعد كل ما حدث لم يكن هناك سوى درس واحد واضح: الطبيعة لا يمكن ترويضها، وهي دائما ستبقى الحاكم الحقيقي لهذا العالم.
ومع مرور الزمن بدأت الأرض تتعافى ببطء. الجروح العميقة التي خلفتها الكوارث كانت تلتئم، لكن آثار الفيضانات والزلازل والبراكين بقيت كشواهد صامتة على غضب الطبيعة. في الغابات التي استعادتها الحياة نبتت أشجار جديدة وأعشبت الأراضي التي كانت مغطاة بالحطام والرماد. ومع كل يوم كانت الأرض تستعيد جزءا من جمالها الأولي، ولكن بشكل مختلف أقرب إلى الوحشية والبرية من الحضارة. أما الناجون فقد تعلموا العيش مع هذه الأرض الجديدة، أصبحوا أكثر تواضعا وأقل اعتمادا على التكنولوجيا التي كانت يوما عماد حضارتهم. أدركوا أن الطبيعة لا يمكن إخضاعها وإنما يجب احترامها. لم تعد المدن العالية التي كانت تقف بشموخ شاهق موجودة، بدلا من ذلك ظهرت مستوطنات صغيرة هنا وهناك، تجمعات بشرية بسيطة تعيش على ما تقدمه الأرض من موارد، بعيدا عن جشع الاستهلاك الذي كان جزءا من ماضيهم. هذه المستوطنات كانت تعيش على ما تبقى من علوم الزراعة البسيطة والصيد وجمع المياه النظيفة من الأنهار والينابيع التي تجددت بفعل الفيضانات. التكنولوجيا التي كانت رمزا للقوة البشرية أصبحت ذكرى بعيدة. بقايا الأجهزة المتطورة مغطاة بالصدأ والغبار لا تصلح إلا للذكرى، وكأنها كانت جزءا من عصر ذهب سريع الزوال. الناس في هذا العالم الجديد لم يعودوا يسعون للسيطرة على الطبيعة أو تحديها، بل تعلموا أن يعيشوا وفقا لإيقاعها. المطر، الشمس، الرياح والأرض كلها أصبحت مقدسة من جديد، وكل موسم له طقوسه الخاصة. كانوا ينظرون إلى السماء بعين مترقبة، ولكن هذه المرة ليس خوفا من غضب الطبيعة، بل احتراما لها ورغبة في التناغم معها. كل خطوة وكل قرار بات يعتمد على دراسة حركات الطبيعة، وكأنها المعلم الوحيد المتبقي لهم. ورغم أنهم كانوا يعيشون حياة بسيطة مليئة بالتحديات، إلا أنهم وجدوا نوعا جديدا من السلام. لم يكن هناك سباق للثروة أو السلطة، كان الجميع يعيش وفقا لاحتياجاته وما يمكن للأرض أن تمنحه. بدلا من الطموح الذي لا ينتهي، أصبح الرضا بما هو موجود هو السمة السائدة. وفي هذا العالم الجديد ظهرت حكمة جديدة. البشر بدأوا يروون القصص عن الحضارة القديمة، عن المدن التي كانت تعانق السماء والآلات التي كانت تحرك العالم. لكن هذه القصص كانت تروى كتحذير لا كفخر، كانت دروسا للجيل الجديد حول عواقب التمادي في تحدي الطبيعة. كلما مرت السنون كانت الكارثة الكبرى تنسى ببطء، ولكن أثرها العميق ظل محفورا في نفوس البشر. كانوا يعرفون أن ما حدث ليس مجرد سلسلة من الكوارث، بل كان رسالة من الأرض نفسها تذكرهم بأنهم جزء صغير من هذا الكون الواسع، وأن توازن الحياة على هذا الكوكب ليس شيئا يستهان به. وفي النهاية أصبح البشر أكثر حكمة، أكثر احتراما للطبيعة، وأكثر وعيا بضعفهم أمام قوتها. كان هذا العالم الجديد قد ولد من رحم الدمار، لكنه كان أفضل من حيث التوازن حتى وإن كان أكثر تواضعا وبساطة. ومع مرور عقود أخرى بدأ هذا العالم الجديد يجد إيقاعه الخاص. الأرض التي عانت من غضب الطبيعة وعصيان الإنسان أصبحت أكثر قوة وخصوبة. نمت الغابات الكثيفة في أماكن كانت مدنا صاخبة ذات يوم، وأصبحت الأنهار التي كانت تفيض بالغضب تتدفق بسلام، تغذي الحقول التي يعمل فيها الناجون وأبناؤهم.